اش تقرا ليلى؟ اه اليوم كنت حدا يوقيت البحارة واليوم تمشيت غموغو فريمو واو ليلى فريمو غير كنت زانت في حدا يوقيت كوز البحارة غموغو واو بزاف مرحبا بكم مازال فلاون واش راكم ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاعنا تاع اليوم كامل بخير ويكون نهاركم هني وطيب بذكاء الله والصلاه والسلام على رسول الله زول فلاون مرحبا بكم على شاني ومرحبا سويدي درنا جديد مرحبا سويدي لاني دي تزورا ودي نعطيكم صحه سيس وني تالي سيس وني تافونسير ثاني ميرتن وان كيما تشوفوا خياتي راني بديت لكم الفيديو بهذه المناظر الجميله هنايا في المنطقه تاعنا في تيكزيت بيان سو هنايا كنت نصور لكم البحر هذا كيفاش غطاه كامل السحاب غطاه كامل والله العظيم اول مره نشوفه هكا بهذا المنظر سي بو صراني انسيستيتو فيلميتو باش تشوفوه نتوما تانيك دو توت فاصون انايا كيما نقول لكم بيان سور كي لحقنا التيكزيات لقينا كل شيء شغل دخلنا في السحاب هذا شغل صحاب التيكزيات ما راحش يوم ماركيو هذا ابار الى طلعوا هكا للفوق للجبل باش يشوفوه للتحت دو توت فاصون مناظر رهيبه مناظر شباب بزاف بزاف انايا كنت حليتي كبتم يوتا وجعك كينا كنت تسحب في الجزائر كنت لا نقول اخي في الجزائر تاع امبوسيبل هذا كي حتى شغل غير ممكن يقرا فيديو اما في الفيديو ديالك كي تتكلم الوجه العشيه اما بغيت لا ينك سوين المهم تاع حبايبي تورا لا فيديو بوا ساكيني ادخل ماديس لا روتيني و ادخل ماديس مي فراش طحك الليله نا دارونت ما دو غدا وخا من دارونت كيم جا لا روتيني و يا نو سنتين في كاون نه قاديس نه تقدم شي و مامطو دارونت خمدات للملفيين في كاون نا صافي كملت لا فيديو ما تا كالير او يوتيوب ثاني كان جمت يد لايك ا كومونتير داونت لايك تي حدا يتحمي مليح وك لا فيديو كي اتدي سواطاس ما وسني قلت لي حدا اليوتيوب تكتب مليح لي كومونتير زري غري غور تكتب مليح مليح ثاني ما يروحوا كومونتير يتقاد كيني خاطي وزري غري اكزاكتومون اشو سبامي تروحون لي كومونتير هادشي من خلال انت تروحون فوالا وفيه مغار ولا كيغور تفصلوا خدموك لا ميساج على اليوتيوب كيني صافي زي غير اكزاكتومون شو سبانوس ذا قلت ولا يضمن واحد تيزير فمد بو الهام الناس يفان هاد النتش حاجه سورتو ما عندنا ويك غاردن يمكن ديجا دي واحد حمراء الصفار حق غاردن ما هني دواي ديال الشماء والسطونا شو هاد النتش تتفاصلوا كي لا مازال حاجه وبضاعه نمشي وبضاعه وتو نمشي معنا نتشاد تري 10 نرجع شو نفس بي بري تفاصيل غاده الدخان وفرض وعاد خدم من مشري انا غنصبو دين كمل نصبو داونت المهم هنا يا خياتي كيما قلت لكم الساعه تكون بي بري 10 ولا 10 ونص كلينا شويه من الفطور بيان سور ميم في دارنا كل حق لقيتهم مازال ما طابوش وعاونتهم كامل تفاصيل كمل الفيديو الاخير ما تنساونيش بارك باللايك اللي دعم القناه وتاني كومونتير اللي يشجعني الله خياتي يعاوني بزاف باش هذا الفيديو راح يطلع معليش الهام هاي وجانت تلحقنا معليش ماشي طاح شي طاح كان خلتي افدوك فوسي نتا سمسوزو مصويوك في سمسوزو التليفون جانت ساعه شي فوسي وليد كان إلهام وليد دمي Right there on top of the moon We could sit and do nothing I wish we were bold To just fly away
I don't wanna care. It's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like a. المهم هنايا دركا كي ولينا للدار قلت لكم بلي جاو عندنا ضياف صافي عاونتي مع الحاجه الاولى اللي درت لها بيان سور في طريقي جبت هذا الدجاج ومن بعد انايا اللي نقيتو انايا اللي غسلته كامل صافي انا راح نبريباري الدجاج هذا وثاني كي راح نبريباري لا سالاد ويما اللي راح تمرق كامل الجواز راح ندير لها الزيتون ثاني باش يطيب وراح ندير لها ثاني مام الروز راح نديروا الروز اليوم صافي الروز هذاك شغل كما تعرف الروز شغل تم طيبيه سي بور سا شوازينا نديرو طبق تاع الاروز بالنسبه للوصفه تاع الاروز خياتي درتها شحال من خطره في قناتي وبيان سور بالطريقه تاع يما الا حبيتو نعاودها سينو حوسو برك الاروز يوميات العائله الكبيره راح تلقاوها باذن الله وشنو تانيك ومن بعد انا قلت لكم راح نبريباري تانيك لي ملفوي معكم بيان سور لي ملفوي هادو مخياتي بنان بزاف درت لهم واحد لاكريم للداخل واش نقول لكم عليه بنين بزاف ليسونسييل دوكا هنايا راني قطعت كامل الدجاج هذاك دي مورسو كيما راهي باين لكم راح نشوطهم هكا بهذه الطريقه باش تنحى الشعره تاعهم فوالا لكن حنا كي نقولوا تدي نعم يدنا غير صفيه وسندي في كاون ناس تحنق شويه ما بقي مشي خطره دنا خماروز استزريت تسوج دوله خمش طاح اللي فريت دوك سي بون كلشي وجد ادا غنتست خماوك لا سالاد زعما كنت ست حمايه لا سالاد داون تست خما سارو كاين كي جاقن انت تخدم كنت مارقوك اتاكل الجواز ني لا صوص ني ناروز دايك كان هو كانت نسلك رابيدمون ومن بعد كي تخمى لي ملفو يا تسوج دا لي ملفو بيان سو لا بات فيه تي توجد وكل شيء اللي كان يتخمى شو نظن اتخمى كان يدون لا كريم يستخدمنا كاع داخل تفاصون شحال صدن مثل تشني في كون نينا ناند فور ناند زيفن ايه هي تي حداي كنت جا شطحوا قول لا فيديو ومن بعد دو غلا غروف ان شاء الله كيما قلت لكم خياتي راح نخليكم شويه مع الفيديو ومن بعد نولي لكم Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. It's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. لقيتو يا سي حبينا كنتي د الجواز ني دي ما لا صوص ني ناروز ديما في دخلنا صافي سي طريقه هي تسلكيت يمكن راه كنتي اتسوج دا لي مول فوي كي راه اسم ديتو كلي يتقهوى وكلي هنايا خياتي كيما قلت لكم يما راه يتوجد في لا صوص وانا راح نبريباري لي مول فوي للقهوه تاع العشيه بيان سور الضياف لازم نتهلاو شويه فيهم ايفيدامون كما قلت لكم بالنسبه لاباط فيتي درتها البارح الا حبيتوا تشوفوا الفيديو تاع البارح درتها بكل تفاصيل بالتفاصيل المملة وثاني راح نبانكليها في راح نبانكليها في الكومونتير بانكلي راح نديرها في صندوق الوصف هكا باش تدخلوا عندها وتشوفوها بياسر كاين البنات اللي يحبوا يتعلموا صافي يدخلوا عندها إما لا هنايا بيان سور لاباط تاعي ما درتهاش في الكونجيلاتور درت باك شويه كميه قليله هكا في الكونجيلاتور البقيه خليتها برك في الفريجيدير ودروك راني نحيتها وبيان سور لقيتها سهله ماشي كيما نديرها في الكونجيلاتور حليتها رابيدمون دروك هنايا كيما تشوفوا راني حكمت هكا مورسون تاع لاباط هادي وبيان سور درت شويه مايزينا ولا فارينا انايا راح ندير مايزينا وحليتها كامل دوكا راني درتها فوق السنيوا بيان سور راح نثقبها هكا بالفرشيطه كيما تشوفوا وراح نديرها في الفرن وبالنسبه للفرن خياتي تكون النار تاعو متوسطه بيان سور لازم تردوا بالكم سينو راح يتحرقوا وما راحش يخرجوا بنان فهمتوا سي جوست هكا يولي شويه احمر هذا مكان وراح تنحيوه دوكا راح نزيد ثلاثه طبقات كيما هادوك شغل راح ندير ثلاثه طبقات صافي تبقاو لي جوج طبقات نطيبهم ومن بعد نبدا ندير في لاكريم هذاك
وهنا بالنسبه للارز خياتي راه طاب كما تشوفوا. بيان سور انا فرغنا لاصوص فوق الارز هذا وراح نبداو هكا نخلطوا. ويما هذه الطريقه تاع يما شغل تجيب سنيوه كبيره وراهي حطتها فوق الطابونه هكا باش الارز هذاك راح يتشرب شويه من لاصوص. بيان سور لو كان زعما على خطر الفول هذاك راه اوكيبي تلمو راني درت العجينه باش طيب، لو كان راه ليبر راح ديره برك في الفور ويتشرب. فوالا، وهذه هي الطابله تاعنا خياتي. زدنا شويه من الفريت، شويه من لاصالاد، وتانيك شويه من درسه. هذا مكان كان طبله خفيفه 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 لدرجه خفيفه بزاف، مي بصح البنه تاعها روعه. وهنا يا خياتي بعد ما طابت العجينه هذيك بيان سور راني نحيتها كامل من الفور، راني خليتها هكا باش تبرد شويه. راح نبريباري في لاكريم تاع لي ملفي. هنا يا خياتي عندي 400 مليلتر تاع الحليب، وبيان سور الا حبيتي كيلو بالكاس ديرو كاس ونص تاع الحليب. وراح نزيد هنايا زوج مغارف ونص تاع السكر، راح نخليهم هكا يطيبوا شويه. ومن بعد راح نوليو الحوايج واحد اخرين. هنايا راني درت زوج مغارف كبار ونص تاع السكر كما تشوفوا، راح نخليهم يطيبوا شويه وراح نوليو للمقادير الواحد اخرين. هنايا عندي تانيك زوج مغارف ونص تاع السكر، راني جبت الريسيبيون هذاك، راح ندير زوج مغارف كبار ونص تاع السكر سكر كريستاليزي. لقيت حدايا خدمة سنتان جايين بالنفس ستون جايين غنفصون سكر، تاسا نوغ داونت شطوح اللافاني، خاصهم مثلا نجيك شطوح اللافاني، أبا سا نوغ داونت أرفاغ إفارسن تملت، أرفاغ إفارسن تملت في حداي، أثن ناروي مليح مليح مليح، تفصون تورا كيما جمت أسوالي مثبيا. هنا يا خياتي راني زدت مغرفة صغيرة تاع لافاني، وهنايا تانيك عندي ربع صفار بيض راح نديرهم للداخل. ومن بعد راح نجيب الفوي ونبدا نخلط هكا بهذه الطريقه حتى نشوف باللي الخليط تاعنا ولات لا كولور تاعو بيضاء. تفصلوا كملوا الفيديو راح تشوفوا كامل راح تشوفوا كامل المراحل، وان شاء الله راح لي ملفي تاعكم راح ينجح لكم باذن الله. لقيت حدايا كتولي مثوره ناقص 40 فاصل تملات تذروا كيما جا الميلونج كي ما يغرد ملاج هذا كي ادويغ ثلاثه طونجين تم قرانين لا مايزينا هذا الطونجين كي يما شويه كي قال لا مايزينا. ومن بعد كيف كيفات كي ملغاد الويغ داونت. هنا يا خياتي كيما تشوفوا راني جبت ثلاثه مغارف معمرين هكا شويه من لا مايزينا وراني درتها للداخل ونكمل نخلط. ومن بعد ما طاب الحليب تاعنا مع السكر راح نجيبوه وندير هكا كميه قليله لداخل الخليط تاعنا وراح نخلطو. بيان سور لازم نخلطو رابيدمون هكا باش البيض تاعنا ما راحش يطيب، فهمتوا؟ لازم تردوا بالكم زعما تخليو الحليب بزاف في الخليط، لازم ديريكتومون كي تفرغوا الحليب هذاك ديريكتومون تبداو تخلطوا. ومن بعد كي خلطنا الخليط هذاك مع الحليب في الاول راح نفرغوه للحليب للمطبقه للكاسرولة هذه. ومن بعد راح نزيدو زوج مغارف ونص تاع المارغرين، زوج مغارف هكا يكون معمرين شويه. ومن بعد نكمل نخلط هكا بهذه الطريقه وراح نديرو هكا فوق الفرن باش نكمل نخلطو حتى نشوف باللي الخليط تاعنا ثقال. لقيت حدايا تورا قري انا كنت داري غدا الميلونج نمزو على ختي داري في كيني دي قيمن انا غسنا طونجين نفس المارغرينه تجي تمقون شويه. ومن بعد على وقت كل ما تفسي المارغريني على ختي داكيني سوفلا فون وي كاس توالين اتكم دغما اثر وغ مليح وكلي داكيني ما ولا بلي يزايد ولا بلي الخليطني يزيد مليح مليح. ومن بعد ادوا كي كي ضفسي دام قران شويه كي كي اسمر غروس تقوم ما كان سيلوفان تاع في الجدار دي سمير نجم فالاد يسمر واحد ما تبغى مثلا تاعو في الجدار كي يحصون على اختو في الجدار وكني دي سمو رابيدمون. ومن بعد بان كي مجل روساتنا هنا يا خيتي كيما قلت لكم رانا فرغنا الخليط هذاك هنايا اللي طبسي باش نديرو في الفريجيدير باش يبرد. بيان سور الا ما حبيتوش ديروه في الفريجيدير خليو هكا يبرد وحدهم، يعني انايا كنت مزروبه صافي بصفه عليا نديرو في الفريجيدار باش يبرد رابيدمون.
ومن بعد هنا يا خيتي راني نحيت لاكريم تاعي من الفريجيدير بيان سو بعد ما برد بيان. ودروك راح نبدا هكا نخلطو بالباتور، نضربو هكا شويه بالباتور. بيان سو كاين اللي يزيد لاكريم شونتي لا بودر شونتي، كاين اللي ما يزيدش. انايا بيرسونالمون ما راحش نزيد لا بودر شونتي، ديجا راح يكون شكري شويه صافي، راح نحي لا بودر شونتي هذيك. فوالا هذا ما كان. بعد راح نبداو نابليكيو في لاكريم هذه. بيان سور بالنسبه للعجينه خياتي، كاين اللي درت لها الحجم طويل، كاين اللي درت لها حجم قصير شويه، صافي ما تضحكوش على هذا الشيء. سي جوست شوفوا الوصفه واش يمكن تحدا لا وسيت كيم كي تخدم شفت فاصون لاكريم ما كاينش حاجه زادت فيها لي ما تفهمت تي ديجا فهمتت يزيد مليح مليح وتندم مثلا ما سيمثت هذا انت لا بات فويت هي كي في حدا اذا انت اشكيت فاصون كيما جمت كيما جمتو كان ماشي تخمر كي كيسوا سوا كنت تدفع باذن الله. ثورا قلي خمر لي طاجنيه مزوي كتولي متخمر صلا كامني. ومن بعد ناخد انا دانت العجينه ني نيفون سوفلا ثورا بعد جموسه كي بغروم اسكو ما صاتك زعما وكان اي دي فرق سوا سوا زعما دانت تي زعما تسوق فجا. هنا يا خياتي كيما تشوفوا راني درت كامل لاكريم وجبت هذا الموس تاع الخبز وراح نبدا نصقم فيها. تقدروا تانيك ديروه مقبل ديروا شغل تقطعوا كامل العجينه هذيك قبل ما تديروا لاكريم. ومن بعد هنا يا خياتي راح نبريباري في الفوندو. بالنسبه للفوندو خياتي انايا راح نديرها بالجيلاتين ولا بناباج كل واحد كيفاش يسموه. ليسونسييل راح ندير نص كاس تاع ناباج هذا، ومن بعد راح نديرو هكا داخل هكا بول ولا داخل فنجان كيما حبيتو. ومن بعد راح نخلطو بيان هكا شغل نسي نفتح في لاجولي تاعنا. ومن بعد بعد راح ندير السكر كلاص للداخل هكا ندير حتى نشوف باللي الفوندون تاعنا ولا لاكولور تاعو بيضاء. بيان سور بالنسبه للسكر كلاص خياتي ما درتلكمش الكميه والله العظيم انايا تاني كي ما درتش بكميه شغل نديرها بيبري وتخرج لي فوالا. مي بصح الا حبيتو نعاود بيان سور راح نعاود الوصفه هذه شحال من خطاص، راح نشوف سوا شحال من سكر كلاص ونقول لكم باذن الله. ومن بعد راح نفرغ الفوندون تاعنا هكا فوق ليمولفو تاعنا، ونجيب تاني كي راني ذوبت شويه من الشوكولاته فوق الباماري ودرتها داخل فرغتها داخل لابوشادوي. ونبدا هكا ندير لي زيكزاك هادوما. لقيتي حنايا كنت الفوندو يا كيني ثورا كخمت كنس لا جولي مي كون متي خمم سوا شي كنت هوان لا وثي خدمت عند سملت تملل تنكني وحمج غاس وملل نيت تملل تشغلي وحمج غاس ملل جنيت تملل تدي في كتير صطني داخل خاصة كن سكر جلاس ناس تكسو كلي ممكني ودي تجافر على فيريتي كخمس لا جولي مي ما تفهم ذات اتحوسا كي قالوا ست دغاه من الفوند راه كي قيني يا نشر اقتصاديه ان شاء الله تستخدم اي كنت هاتني كلام كي تفون لي ملفي قلت لي حدايا فوندا شحال زادين تخصون سيم فلا وسيتي كي ان شاء الله تندم ماي مثالا. شوفوا خياتي كيفاش خرجوا بيان سو هنايا راني نقصو في لي ملفي هادو ما على خاطر راح نحطهم زعما هكا فوق الطابلة. شوفوا لي ملفي تاعنا كيفاش خرجوا. قلت لكم خرجوا روعة بنان بزاف بزاف. هنايا ما خليتهمش ميم با باش يبردوا شوية شغل ميم الفوندو هذاك مازال ما بردش مازال ما يبسش مي عادي نورمال. راح يبسو راح يبسو ابري فوالا. ايما لخياتي هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله عجبكم، ان شاء الله نال اعجابكم. بيزو كيما نقول لكم عاده الى عجبكم خليو لي جيم وكومونتير تانيك ويت ابونا اللي مازال ما اشتركش ويضغط على زر الجرس ليصله كل جديد. هي في حدا يجي كنت دي لهنا دي لاماني ثلويث الله فيديو نوم ان شاء الله يوتيوب تهاجم تهيد اللايك كومونتير اتابوني اذا انت مازال تابوني تاكتيفي لايك لو شوك نسيتي تصاوبك وجديد لان افلاش نيو اثاثونا امشي تفون لي ميل فيكي تتفاصون زاد مليح مليح سيم ستكان وتزيد مثلا زاد مليح سورتو لايك كريم ني داخل شحال تزيد هي جا كنت لهنا. باي باي مع السلامه. Couldn't do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care.